اليوم فخورين جدا صراحة بوجودنا هنا لإطلاق منصة ويو، اللي هي منصة مصرفية متكاملة. تركيزها في البداية بيكون على الشركات الصغيرة المتوسطة والاقتصاد الرقمي، اللي هو أصبح مهم جدا بالنسبة لأي اقتصاد أنه يركز على دعم الشركات الرقمية. بدايتنا طبعا هي الأسميز، تركيزها على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فنبغى نقدم لهم حلول مصرفية بسيطة سهلة. أكبر مشاكل تواجه الشركات هي فتح الحساب مثلا. الشركة تيجي تفتح حساب تأخذ أسابيع ولا ساعات شهور لفتح الحساب. فنحن إن شاء الله مع الربط اللي مسوينا داخليا نقدر خلال يوم أن نفتح حساب للشركات القائمة في الدولة. وأهدافنا مع الوقت أن نتطور حسب احتياجاتهم بعد. إن نحن لازم نكون قراب على هاي الشركات عشان نفهم شو احتياجاتهم أكثر، ونطور البرودكتس اللي موجودة عندنا حسب حاجتهم هم. الأمان بالنسبة لأي مصرف أساسه لازم يكون هو الأمان، ونحن يعني بالمساهمين اللي عندنا وبالرخصة اللي موجودة عندنا من مصرف الإمارات طبعا لابد أن يكون الأمان هو هدف رئيسي، وخاصة إذا نحن نتكلم على الشركات الرقمية لازم أنت تكون فعلا مركز على هذا الموضوع. فتركيزنا كان بشكل كلي على هاي، أن نتأكد أن كل الأسس والمعايير اللي احنا بنحطها تكون قوية وصلبة وتقدر تدعم النمو بشكل آمن إن شاء الله.